طب ما كنت تسيبي البيت وترجعي لاسرتك، او كنت تطلقي، ايه رايك تطلقي وخلاص، ولا كنا هنسمع على مونيكا دي فين النهارده؟ واخدين بالكم الاحتمال حفر اسمها في التاريخ. مونيكا ام القديس اغسطينوس اللي بنسميها ام الدموع. ام الدموع دي مونيكا كانت في وقت من الاوقات جوزها بيضربها كل يوم علقه، كان شعرها طويل فبيشدها من شعرها، وجوزها ما كانش مسيحي كان وثني، وهي عرفت المسيح. طب وبعدين يعمل ايه؟ تصلي من اجله، يعني ابسط حاجه ربنا يهديه. وزادت الطينه بله، متاسف في التعبير ده، ان ابنها انحرف اغسطينوس. هتعمل ايه بقى؟ وكان عندها ولد وبنت تانيين. كانت لا تملك الا روح الصلاه والاحتمال، ما سمعناهاش ابدا، اشتكت. ويوم ما جوزها مات اعلن ايمانه بالمسيح وهو على سرير الموت، فمسكت دراعه كده ورفعتها وقالت لقد انتهى الجهاد الاول وسابدا الجهاد الثاني مع ابنها. بقى ايه الام الشاطره دي؟ ايه الزوجه الناجحه دي؟ اجتهدت مع جوزها لغايه ما مات مسيحي. طب ده كان بيضربك، تقول ما هو من اجل المسيح، من المسيح الضرب، من اجل المسيح. طب ما كنت تسيبي البيت وترجعي لاسرتك، او كنت تطلقي، ايه رايك تطلقي وخلاص، ولا كنا هنسمع على مونيكا دي فين النهارده؟ واخدين بالكم الاحتمال حفر اسمها في التاريخ. الاحتمال حفر اسمها في التاريخ. عشان كده ام الدموع ربت ابنها اللي فضل تايه ومنحرف اكتر من 20 سنة ورجع. يا بختك يا مونيكا، ابنك اغسطينوس. يا بختك يا مونيكا، فرحانة بابنك، وانتوا الاتنين في السماء النهاردة، وفرحانة بابنك، وابنك ده فرح الكنيسة كلها. ده ابنك ده بنسميه في كتب السير شفيع التائبين، لانه حرف قوي 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 قوي. ده الوقت من الاوقات كان صار له ابن غير شرعي، ورجع وتاب وعاش ناسك وخدم وترقى من كاهن لمساعد اسقف لغايه ما صار اسقف في هبونه في الجزائر. والحاجه الجميله بقى، اول واحد في التاريخ يكتب اعترافاته، اعترافات اغسطينوس. اول واحد. احنا احيانا واحنا رايحين نعترف بنكتب ورقه صغيره كده، مش كده برضو، وتحطها في جيبك، ولما تقعد ويقب اعترافك تفكرك الورقة. لا، ده جمع يظهر كل الأوراق وعمل كتاب اسمه اعترافات أغسطينوس. يا عشان يدينا رجاء. والسبب مين؟ أمه. والسبب إيه؟ إنها كانت إنسانة محتملة. محتملة.